ازيكم؟ يا ترى انهي احسن، الست اللي بتشتغل ولا الست اللي قاعده في البيت؟ تعالوا نناقش الموضوع ده مع بعض النهارده. موضوع الشغل والقعاد في البيت للسيدات موضوع لحد ما حساس وحرج. لو نزلنا الشارع وجبنا 10 اشخاص وسالناهم نفس السؤال اللي سالته في اول الحلقه، يا ترى انهي احسن، الست اللي بتشتغل ولا الست اللي قاعده في البيت؟ 50% يعني 5 أشخاص من العشرة دول هيقولوا إن الست اللي قاعدة في البيت أفضل وأحسن. الخمسة الباقيين هيقولوا إن الست اللي بتشتغل هي أفضل وأحسن، وهيدونا 10 أسباب مختلفة عشان يؤيدوا رأيهم ويؤكدوا. ممكن حد يقول أصل الست اللي قاعدة في البيت دي كسولة، واحد تاني يقول اصل الست اللي قاعده في البيت دي مكرسه وقتها وجهدها اكتر لبيتها ولزوجها ولاولادها، واحد هيقول اصل الست اللي قاعده في البيت دي بتبقى حياتها فاضيه وتافهه، واحد هيقول اصل الست اللي بتشتغل بتبقى عصبيه وبتبقى مش طايقه نفسها وروحها في مناخيرها. عديد من الأسباب هيدخل طبعا فيها جانب الدين، هيدخل فيها جانب اجتماعي، هيدخل فيها جانب مادي. تعددت الأسباب ويبقى السؤال زي ما هو، أنه أفضل الست اللي بتشتغل ولا الست اللي قاعدة في البيت؟ هقول لكم على 3 سيدات، منهم سيدة أعرفها شخصيا وسيدة كلمتني في التليفون وسيدة بعتت لي رسالة. الأولانية عايزة تتطلق وتسيب جوزها بعد 30 سنة جواز، لأن بعد ما الولاد كبروا وسابوا البيت وتجوزوا فجأة حست إنها اتعلمت وراحت الجامعة وحصلت على شهادة واتجوزت واتجوزت وخلفت، وفجأة دلوقتي وهي قرب 60 حاسة إن ملهاش قيمة في الحياة، إن صديقاتها اللي اتخرجوا زيها من الجامعة واشتغلوا على مدار 30 سنة اللي هي قعدت فيهم في البيت بقى ليهم كارير وبقى ليهم مصاري بتاعتهم فلوس في ايديهم، وهي nothing، حاجة قاعدة في البيت وملهاش اي قيمة. السيدة التانية متجوزة بقى لها 9 سنين، سندت جوزها، جوزها ناجح، مقدر الدور اللي هي عملته في سبيل نجاحه وفي سبيل أولادهم، ومبسوطة في حياتها، لكن برضو نفس الإحساس، حاسة ان هي ملهاش قيمة وملهاش كيان، لأن كل صديقاتها أو الستات اللي حواليها بقى ليهم كارير وهي لا. الصديقة الأخيرة عندها بنوتة صغننة عندها 2 سنين، متجوزة بس مش من كتير قوي، محتارة هل تسعى ان هي تجيب طفل تاني ولا تأجل الموضوع ده وتهتم انها تنزل تدور على شغل وتلاقي وظيفة عشان تبني كارير عشان يكون ليها كيان. في المقابل بقى عديد من السيدات العاملات اللي بتشتغل اللي نفسهم يصحوا من النوم ما يبقاش وراهم دوام وشغل، نفسها تقوم ما تلبسش ولا تنزل ولا تقابل المدير ولا المديرة الغلسة بتوعها وتقعد في البيت. السيدات العازين في البيت شايفين ان السيدة العاملة عندها كارير ومبسوطة وأحسن، والسيدات العاملات شايفين ان الستات اللي قاعدين في البيت متهنيين ومتنعمين وما عليهمش العبء الزيادة اللي على السيدة العاملة، لأنها برضو بتقوم بنفس الدور إنها تكون زوجة وأم وتطبخ وتغسل وتعمل كل الحاجات دي. طيب تعالوا نشوف العلم قال إيه، تعالوا نشوف بعض الدراسات قالت إيه. أنا دورت ودعبست كده ولقيت شوية دراسات اتعملت على الموضوع ده، سواء في أمريكا في أوروبا، يعني بعض الأرقام، واعتقد ان احنا في مجتمعنا الشرقي هنكون قريبين شوية من ده. نسبة السيدات اللي بتشتغل وبتنزل تشتغل زادت جدا جدا جدا. السبب الاساسي في الموضوع ده هو الاحتياج المادي. سيدات كتير جدا بقوا هما العائل الاساسي للأسرة،
بقوا هما الدخل احيانا الوحيد للأسرة. نسبة تعليم البنات زادت قوي، والتعليم الجامعي بالذات زادت جدا، فبالتالي التطور الطبيعي ان الست بعد ما تخلص تعليمها تدور على شغل بشهادتها. في نفس الوقت، يعني ده ترند تاريخي، في نفس الوقت في الخمس سنين الأخيرة زاد جدا نسبة السيدات اللي بتاخد قرار انها تسيب شغلها وتقعد في البيت عشان ترعى أسرتها. في دراسات اتعملت على صحة الطفل اللي بينمو في ظل ان مامته قاعدة في البيت او اللي مامته بتشتغل. الطفل اللي مامته قاعدة في البيت يعني بيبقى فيه له بعض الادفانتجز، ان بتكون صحته النفسية احسن شوية، بيكون مرتبط بامه ونال العاطفة والحنان. لكن الطفل اللي نزل وراح داي كير ومامته كانت بتشتغل، لقوا ان هو بيتحمل للمسؤولية اكتر، ولقوا ان هو ديسيبليند منظم اكتر، وان هو كمان مهاراته الاجتماعية ثقلت ومصقولة بشكل اكبر من اللي قعد لمدة سنين اولانية في البيت. يعني كده في مميزات وعيوب، وكده في مميزات وعيوب. الكلمة الاساسية هنا، هو الكي وورد او الكي إليمنت هنا، هو الضرورة، وهو ان كل حالة خاصة، مفيش حاجة اسمها شيء عام. كل أسرة، كل زوج وزوجة بيحددوا احتياجاتهم. قبل الجواز رجالة كتير تقول على لزوجاتها أنا مش عايزك تشتغلي، ده شرط، والعقد شريعة المتعاقدين، والله إحنا اتجوزنا وارتبطنا مع بعض، أنا مش قابل فكرة إنك تشتغلي. في ستات بعد ما بتشتغل، وبعد ما بتشتغل سنين طويلة، والدتي بالشكل ده، أنا الخمس سنين الأولانية من عمري كلها والدتي كانت بتشتغل لغاية ما قعدت في البيت، كل كام سنة تحس كده بزمزقة، تنزل تاخد دورة، تاخد دبلومة، تشتغل حاجة، تعمل لها مشروع. أنا نفس الحكاية، لما صحتي بتتدهور، لما بلاقيش شغل مناسب، بقعد في البيت وبعدين أنزل أدور تاني على شغل، وهكذا. في صديقة ليا ما قعدتش في البيت خالص من يوم ما اتجوزت، لما كانت بتجيب البيبيهات بتوعها يدوبك هم شهر وتنزل بعد كده الشغل، قررت بعد 20 سنة شغل ان هي لا، that's enough، كفاية، انا عايزة اغير كارير، بس هقعد في البيت شوية في الاول ارتاح واستجم. في صديقة تانية كانت قاعدة في البيت طول حياتها، وحصلت ظروف معينة في الأسرة بتاعتها، فاضطرت انها تنزل عشان تدور على شغل، لقيت ان الشهادة بتاعتها مش كافية، ابتدت تاخد كورسات تاني، وتاخد تدخل تاخد امتحانات وشهادات تاني عشان تلاقي شغل وتدور على شغل. مفيش يعني مفيش one size fits all، مفيش حاجة تنفع على الكل ونقدر نعممها في المجتمع كله. حتى الستات اللي احنا بنتخيل ان هم قاعدين في البيت، تلاقي مثلا الست اللي بتقدف لجوزها الصياد، يا ترى دي تبقى ايه، بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ يا ترى الست مثلا اللي جوزها بيطلب منها ان هي تعمل حاجات معينة كأنها سكرتيرة خاصة له، تروح تقضي مصالح، تروح تدفع حاجات معينة، تقف على ايدين العمال تعمل حاجات معينة، ترى دي بتشتغل ولا ما بتشتغل؟ مفهوم الشغل عندنا هو انها وظيفة بتروح، يا شركة، يا مكان حكومي، يا مدرسة، يا دكتورة، يا مهن معينة، هي دي اللي بنفكر ان الست بتشتغل فيها. لكن الست اللي قاعدة في البيت والست اللي بتشتغل برا البيت كلهم بيشتغل. الشغل معناه ايه؟ معناه اكتيفيتي معينة ليها نتيجة محددة. النتيجة دي ممكن تكون مادية، ممكن تصب لتسهيل حياة الأسرة، وهكذا. السيدات اللي قاعدين في البيت اللي بيشعروا بإحباط لما تقارن حياتها بصاحبتها اللي هي بتشتغل، وتبقى شايفة الفساد اللي برا، الصورة البراقة اللي برا على الست اللي بتشتغل، لا أصل هي معاها فلوس، ما هي بتساهم في البيت وبتدفع الفلوس دي، ممكن يكون ليها دخل شوية
تصرف منه. طيب انت كلمي مع جوزك، ليكي مصروف شخصي ولا لا، تصرفي فيه ولا لا، لما بتنزلي انت وهي تشتروا حاجة، يا ترى هي معاها فلوس اكتر من اللي معاكي عشان شغلها، ولا انت برضو معاكي فلوس وبتصرفي وبتجيبي وبتقعدي على كافيه وبتطلبي وبتشربي قهوة وشاي وحاجات ولا لا. يا ترى انت عايزة تنزلي تشتغلي ليه؟ عشان يبقى معاكي فلوسك، ولا عشان تحسي بقيمة وأهمية لحياتك؟ طب انت ليه مش حاسة بقيمة وأهمية لحياتك بالشغل اللي بتعمليه في بيتك ومع أسرتك؟ ولا عشان يكون في متنفس انك تطلعي بره البيت وتقابلي ناس ويبقى ليكي حياة اجتماعية بره الحياة الضيقة؟ من الأبحاث اللي أنا برضو قريتها الصحة النفسية للسيدات، فوجدوا ان الست اللي قاعده في البيت والست اللي بتشتغل الاثنين عندهم مشاكل نفسيه، بس الاسباب مختلفه. الست اللي قاعده في البيت احيانا بتحس بالايسوليشن، بتحس بانها ملهاش مجتمعها الخاص بيها، بتفقد احيانا ترابطها مع الواقع، ما بتكونش على درايه بايه اللي موجود في السوق بره. الست اللي بتشتغل عندها ستريس اعلى، بيكون عندها بعض المشاكل النفسيه برضو من التعامل مع جو الشغل اللي هو كله ستريس. فبرضو يعني محدش مرتاح ومحدش واخد كل حاجه 100%. طيب النقطه الاخيره بقى اللي عايزه اتكلم فيها، لو انت ست قاعده في البيت وقررتي انك تشتغلي، ايه اللي ممكن تعملي؟ اول خطوه ان ما تحسيش ان انت ضحيه. انت مش ضحية قرار خدتيه في وقت من الاوقات لصالح اسرتك، انت كانت الاولوية بتاعت هذا الوقت البيت والاسرة. دلوقتي الحمل خف، فانت عندك وقت تفكري يا ترى دي فلانة دي احسن مني، فلانة دي عندها كارير، فلانة دي ترقت، فلانة دي معاها كذا، فلانة دي عندها كذا، وانا لا. بس في النهاية حاسة انك ضحية، ضحية قرار عملتي. ما تندميش على قرار أخدتي لصالح أسرتك في وقت من الأوقات. الخطوة التانية هو أنك لازم تكلمي مع جوزك، لأن إحنا في مركب واحدة. إحنا يعني ليه بيسموه شريك حياة وشريكة حياة؟ لأن إحنا شركة في هذه الحياة. فلازم تلاقي كده ساعة صفا وتقعدي تتكلمي مع جوزك وتقولي له والله أنا حاسة بكذا، أنا شايفة كذا، واسمعي منه وخدي ودي معاه من غير ما تهاجميه، ولا أنت السبب، أنت اللي خليتني أعمل كذا وكذا وكذا، أنت اللي خليت حياتي كذا وكذا وكذا، بدون هجوم. نتكلم ونشوف وتفكري. الخطوة التالتة أن لو وصلتي خلاص لقرار أنا لا هدور على شغل وأنا لازم أنزل أشتغل، يا ترى شهاداتك ايه؟ يا ترى مهاراتك ايه؟ يا ترى انتي مقارنة بأي حد في السوق دلوقتي فين؟ علاقاتك وعلاقات أسرتك شكلها ايه؟ عشان في النهاية برضو خلينا واقعيين، محدش بيتعين بالسي في بتاعته. في النهاية لازم بيكون في نوع من الواسطة، وان احنا ندور على حد يعرف حد عشان يدخلنا في مكان معين. مهم جدا تعرفي انت قيمتك الفعلية في السوق، في سوق العمل ايه، ومين اللي بتتنافسي معاهم. ما انت مش ممكن تبقي قاعدة مثلا في البيت 10 سنين وفجأة تقولي لا ده انا هنزل اشتغل زي صديقتي اللي بتشتغل من يوم ما اتخرجت، فبقى هي ليها منصب معين في السلم الوظيفي وانت تقولي انا هبقى زيها، ما ينفعش. طيب انت بتتنافسي مع اللي لسه خريجين جداد، ايه ميزة الخريجين الجداد؟ حاجة تانية، مش شرط انك تشتغلي بالشهادة بتاعتك. الشهادة الجامعية، اللي بيشتغل بالشهادة الجامعية هو خلاص شاف ان الوظيفة او الكارير اللي عايز يشتغل فيه يتناسب مع طموحاته واحلامه والمهارات بتاعته، والحاجة كمان اللي بتزودها هو الشهادة اللي بيشتغل فيها. ولكن في ناس مثلا بتشتغل في البرمجة وهي اساسا مش مهندسين كمبيوتر، من بالدورات اللي خدوها وبالكورسات اللي خدوها في مجال معين. شوفي انت ايه مهاراتك التانية، ايه حاجاتك التانية، يمكن يكون عندك هواية او حاجة ابداعية. انا ليا صديقة من الصديقات مهندسة عملت توتال كارير شيفت وبقت فنانة وبقت بترسم وبتعرض لوحاتها في معارض وحاجات زي كده، لقت هو ده اللي هي نفسها تعمله وحابة انها تعمله. فلازم نمسك كده ورقة وقلم ونقعد نفند
ايه اللي احنا بنعمله. الحاجة التانية لما تفكري في مهاراتك، فكري في مهاراتك اللي انت بتعمليها فعليا. لو انت ليكي في تنظيم حاجة، في مثلا ده لما نيجي نسافر مثلا انا بقعد ارتب واشوف هنروح فين وهنعمل ايه واحجز واعمل، ما يمكن الشغل في مكتب سياحة مثلا مناسب ليكي، مع ان ممكن تكون شهادتك حاجة تانية مختلفة تماما عن المجال ده. النقطة اللي بعد كده هو انك ما تستعجليش وما تزهقيش. بمعنى ايه؟ الموضوع ده هياخد شوية وقت. الموضوع ده هياخد شوية وقت، سواء في التجهيز والتحضير النفسي والتحضير الفعلي لنفسك. يمكن تلاقي انك محتاجة تاخدي كورسات معينة، عشان كده تيجي اهمية انك تتكلمي مع جوزك ان هتجيبي منين تمويل الكورسات دي اللي تاخديها عشان تجهزي نفسك انك تروحي تنزلي تاني في سوق العمل. الاستعداد النفسي، ففي وقت معين محتاجاه عشان تجهزي نفسك وتبقي خامة للنزول تاني في سوق العمل. الحاجة التانية ما تزهقيش وما تحبطيش، لان يعني خلينا نبقى واقعيين، الحياة صعبة والفرص ضيقة ومحدودة، وكل فرصة التنافس عليها كبير جدا جدا، وكل جهة عمل عايزة تاخد الافضل والاحسن للفرصة المحدودة المتاحة دي. فلما تلاقي العملية طولت شوية ما تزهقيش لو انت فعلا عايزة تنزلي وتشتغل. ارجع الخص الموضوع تاني، ان الموضوع ما فيش فيه ان مين احسن من مين. لو انت قاعدة في البيت وصديقتك بتشتغل، فكري كده شوفي في ايه. يمكن بتعرف تلبس كويس وانا بقيت مهرجلة في نفسي، يمكن خروجها للشغل اللي مخليها مثلا ما تخنتش مع ان ده مش شرط، وانا تخنت من القعدة في البيت، خليني اشوف ازاي ممكن اخس. هل مثلا طريقة كلامها مختلفة؟ هل ثقتها في نفسها اكتر من ثقتي في نفسي، فابتدي ازود ثقتي في نفسي واشتغل على نفسي؟ هل شغلها بيتيح ليها ان هي تبقى منفتحة على مجالات تانية؟ طب انا ممكن اعوض ده ازاي؟ مثلا بالقراية، بان انا انزل اعمل اعمال تطوعية. العمل التطوعي ما كانش معروف قوي في مصر والدول العربية، لكن يعني كان معروف اعتقد في الخمسينات والستينات كان في العمل التطوعي، وبعد كده جات له كبوة، وبعدين دلوقتي رجع تاني الموضوع ده. وهل لو الفلوس مش هي الاساس ولا العائق الاساسي هنا، هل ممكن اتطوع واتصدق ببعض من وقتي في جهة معينة او في قضية معينة، بحيث ان انا اخدم المجتمع واخرج وقابل ناس واعمل حاجة ليها قيمة بدون ما احس ان انا ست ما بشتغلش وست ما لياش قيمة وست ما لياش كارير. ابسط حاجة يعني، ده كل عمارة فيها اتحاد ملاك، ما يمكن طواي في اتحاد الملاك ونقشي وشوفي ايه اللي ممكن نعمله عشان نظبط العمارة. الأمثلة كتيرة قوي قوي قوي، والفيديو بقى طويل جدا 20 دقيقة، بس ارجو ان انا اكون يعني لخصت كده بشكل مبسط بس مش سطحي المسألة والموضوع. يا ترى يعني رأيكم ايه في الموضوع ده؟ انا مهتمة جدا اعرف انتوا بتفكروا في ايه. اكتبوا لي تحت في التعليقات يعني وجهة نظركم، مع ضد، مع ليه ضد ليه، او بعض النصايح او النقاط اللي ممكن اكون ما تطرقتش اليها في الفيديو بتاع النهاردة. اشوفكم المرة الجايه.